معانا عبر الهاتف الآن واحد من أهم نجوم الكرة المصرية، الاسم الكبير كابتن عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي بنادي فيوتشر. نهنيه النهارده على الفوز الصعب جدا على سيراميكا كليوباترا 3-2 في مباراة كانت مثيرة جدا. يا كابتن عبد الظاهر، مشرف ومنور كالعادة. ربنا يخليك كريم حبيبي، متشكر جدا حبيبي، متشكر جدا. الفوز النهارده صعب وثقيل أمام فريق صعب وثقيل جدا. طبعا كنا بنلاعب فرقة صعبة، سكواد هايل جدا ومدير فني كويس جدا وعندهم طموح، وكنا مذاكرينهم كويس. كابتن علي كان محافظ اللعيبه، وكل الاهداف اللي جت ديت كانت معموله في التمرين ومتحفظه، لكن الحمد لله رب العالمين. يعني بقول يعني بحيي الفرقه وبهني الاداره وكابتن علي ماهر وجهازه وكل الناس اللي موجوده في النادي، لان فعلا احنا كنا داخلين مباراه وكنا عايزين نفوز. كان عنصر الفوز عندنا كان هو اهم حاجه، لان احنا الاسبوع اللي فات وكنا بنلعب سموحه، وكنا لو كسبنا كنا ناخد مركز ثاني وراحت مننا، وده ربنا بيدينا المركز الثاني الثاني. فيعني كنا متحفزين ان احنا لازم نجيب المركز الثاني. صحيح. ففضل من ربنا سبحانه وتعالى ونشكر ربنا عليه والحمد لله رب العالمين. يعني مباراه كانت صعبه جدا، بس مباراه ممتعه الصراحه من طبعا. يعني ممتعه جدا. احنا استمتعنا، احنا كده كده استمتعنا. انتوا اكيد انت اكيد ما بتبقاش بتبقى مستمتع، انت على اعصابك طول المباراه. احنا استمتعنا. احنا الماتش عمال يروح ويجي يروح ويجي، يعني اصرار اللعيبه من جوه بحييه عليهم جدا طبعا. ان هم ما تهزوش في اي فتره من الفترات، وكانوا مصممين جدا على الفوز. يعني في الشوط الثاني في اوضه اللبس كانت اللعيبه عندها ثقه، وكابتن علي كان عنده ثقه كبيره جدا ان احنا مش هنطلع المباراه ده اللي احنا فايزين، مع ان احنا مغلوبين يعني 2-1، لكن بحد ذاته انت خدت هدفك في المباراه، لان لازم تبقى في المنافسه على طول، لازم تبقى دايما حاطط نفسك في المنافسه على طول. صح. وبتذاكر ماتش ماتش، ويبقى عندك الماتش ده اهم ماتش في الدوري، كل ماتش اهم ماتش في الدوري. صح. كل انا بقول ان في كده ماتشات بتبقى محطات في مستقبل الفرقه. مظبوط. هو الماتش ده منهم، والماتش اللي جاي اصعب طبعا مع بيراميدز. فالمحطات دي هي اللي بتحطك على الطريق السليم، وهي اللي بتتوج تعبك، وهي اللي بتحطك في زي ما بنقول كده في اوضه اللبس، انت مع الناس الكبار. صح. خليك دايما مع الكبير، خليك دايما بتبقى بتلعب مع الكبير، بتنافس مع الاهلي والزمالك وبيراميدز. حاجه حلوه وحاجه مشرفه الصراحه. عظيم. الواحد فخور جدا. طيب. ان هو شغال في المكان ده الصراحه. كابتن عبد الظاهر، اللعيبه دلوقتي بتجري وبتجتهد وعملوا ماتش رجولي جدا النهارده، انا عارف ان انت من بره في الشهر ده بتعمل مجهود اكبر من اللعيبه بتعمله في الملعب. موضوع الصفقات والانتقالات واللعيبه اللي محتاجها فيوتشر، انا عارف ان انت ما بتقولش اسماء الا لما يتم الاعلان رسميا، وانا بحترم جدا فيك ده وبحترم في اداره فيوتشر، بس انتوا العدد اللي انتوا عايزينه في فتره الانتقالات الشتويه، عدد اللاعبين، المراكز المعينه اللي انتوا عايزينها دون تحديد اسماء، كم عدد يا كابتن عبد الظاهر؟ والله يا كريم انا يعني من يوم ما اشتغلت في النادي ده اريح ايام حياتي هي الفتره دي والله. يعني الحمد لله احنا عندنا سكواد الحمد لله عريض جدا، عندنا في كل مكان واحد واثنين وثلاثه، والحمد لله كلهم احسن من بعض. كلهم على مسافه واحده من بعض. لو صدقني ان احنا فعلا احنا في الفتره دي، يعني لو قلت لك واحد او اثنين مش هتصدق. يعني ده لو حصل، ما حصلش خلاص. يعني تقصد تقول لي لو واحد او اثنين لقينا واحد او اثنين افضل من اللي موجودين ممكن نجيبهم، لو ما فيش افضل يبقى مش هنجيب، احنا كويسين اللي معانا. فهمت صح؟ هو مثلا لو في حد صغير في السن دي بقى يبقى في المستقبل ممكن نستعمله في الحاجات دي كلها، بس في ادي الامور، لان احنا راضيين بالسكواد ده، والصراحه يعني كلهم كويسين، كلهم ما تقدرش تقول عليهم حاجه، وكله لعب ومشرفين النادي، وناس تلعب باخلاص كبير جدا. وكمان في افريقيا ماشيين كويس، ففي حد ذاته احنا مش محتاجين اي حد في اي مركز من المراكز. طيب محمد محمود من اللاعبين المتاحين للاعاره وبحسب ما اعلن النادي الاهلي، هل فيوتشر من الانديه المهتمه بمحمد محمود ولا ما عندكمش اهتمام بيه؟ لا والله لو قلت لك احنا كان فكرنا بس في الماتش ده، لسه ما قعدناش مع الاداره، لو انا ولا الكابتن علي لسه الاداره ما قعدتش معانا تشوف احتياجاتنا ايه، او احنا مثلا احنا محتاجين ايه، او في حد جاي او ما حدش جاي. طبعا محمد محمود لعيب كبير ولعيب مهم جدا لاي فرقه يروحها ويزودها،
وشخصيه ولعيب بلاي ميكر عن نص ملعب يعني يشرف اي حد. لكن بجد احنا لسه ما قعدناش مع الاداره انا والكابتن علي وفي ظل ايام يعني. طيب ممكن اخر حاجه، هل في لعيبه ممكن تخرج من فيوتشر في يناير ولا ما فيش لعيبه هتخرج؟ لا اللعيبه اللي مش اللي هتخرج هي معروفه جدا لينا يعني لسه، بس هم مش معروفين يعني، لعيبه صغيره عايزينها تلعب ان هو يكون موجود في الملعب، ده هيبقى فرص صعبه. تقصد اللي هو مش من القوام الاساسي يعني، القوام الاساسي اللي هو مثلا زي عمر كمال عبد الواحد ورضا بوب والاسماء اللي مطروحه في الميديا دي، دول مش مهمين عندنا فعلا. لا دول اللي مش هيمشوا، انا بقول لك اللي من القوام الاساسي اللي مش هيمشوا. انا فهمت صح؟ لا انا كمان بهزر. انا افتكرتك انت فهمتني غلط. لا ما دول، لا طبعا اكيد انا فاهم ان انتوا عايزينهم دول القوام الاساسي. انت قبل ما تدخل على فكره انا قلت من نفسي فيوتشر من الفرق اللي هتلعب كونفدراليه ونفسها تنافس على الكونفدراليه وماشيه بشكل في الدوري، فالعناصر الاساسيه ديت حتى لو الكلام موجود في الاعلام انا لو مكان اداره فيوتشر هيبقى من الصعوبه مكان ان انا اقدر استغنى عنها. وطبعا كل واحد وليه فكره يعني، وانتوا كاداره لازم تفكر 100 مره عشان تسيب حد، لازم طبعًا تفكر 100 مره وتجيب البديل بتاعه كمان، ده الشيء المهم جدا. اثنين انا هضرب لك مثال يعني، احنا مثلا عندنا السرد باكات مثلا عندنا اربعه يعني من اهم السرد باكات في مصر، مرعي وسعد ورزق وعلي الفيل. الاربعه لعبوا يعني الاربعه لعبوا موجودين. حمد النهارده بقاله ماتشين، جنش مريح شويه من الاصابه موجود. عندك جونسون على طول شغال، الباك رايت باسم لعب وهشام حافظ لعب وعمر كمان لعب في الحته ديت. طب قدام هتجيب مين؟ عم عندك ايمن الصفاقسي وفاروق رجع من الاصابه وموجود عمر كمان ماشي في الحته دي كويس. عندك في راس الحرب عندك عمر السعيد، مروان، احمد عاطف راجع ان شاء الله الاسبوع ده من الاصابه، حاج باري اصلا فيرود. فيعني انت كنص ملعب عندك مهند ونسبت وغنام. طب ناصر ماهر راجع اهوت للفرقه بشكل كبير جدا، هو ورضا الحمد لله رب العالمين شغال بشكل كويس. يعني قصدي ان احنا عندنا الحمد لله سكواد في كل مكان، واحد واثنين وثلاثه يعني، صح، واربعه كمان. واربعه كمان في حته كمان في اربعه، فاحنا شغالين اشتغلنا الحمد لله في اول السنه كويس جدا. بس عشان عمليه ان انت بتلعب في اربع بطولات، واربع بطولات مهمين جدا شخصيا لينا احنا كدوري او كاس الرابطه او كاس مصر او البطوله الافريقيه، كلهم مهمين لينا. بنعافر وبنشتغل وبنجتهد جدا ان انت ممكن ربنا يكرمك باي بطوله من البطولات اللي موجوده ديت تتوج التعب اللي احنا عاملينه. صحيح. كابتن الكبير كابتن عبد الظاهر السقا المدير الرياضي بنادي فيوتشر، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.